14 مال 2008 وهذا مال 2009. بس خلا طلع لك الاسماء اللي احنا موجودين بها. السلام عليكم. بالبداية احنا طالعين اليوم مظاهرات على محافظة بغداد من امام مجلس محافظة بغداد. احنا محاضرين 2020 محاضرين الجدد. احنا باشرنا بس احنا باشرنا بنهاية 2019 31 12 باشرنا. اليوم وصار لنا 6 اشهر نطالب باصدار اوامر ادارية ان احنا باشرنا كتطوعين باشرنا وقالوا احنا ورا 15 يوم راح نصدر لكم اوامر ادارية. لحتى صار لنا 6 اشهر نطالب باوامر ادارية وهاي مو تظاهرات اولى، هذا عدد قليل بالظروف هاي ظروف كورونا والوباء. هذا احنا نطالب باوامر اداريه، بس اوامر اداريه ما نطالب كل شيء. باقي المحافظات كل المحافظات محاضرين 2020 جدا صدروا لهم اوامر اداريه، بس احنا محافظه بغداد بعد اللي هسه لا اوامر اداريه ولا شيء. وهاي مو مظاهرات الاولى، محافظات احنا نريد اسوء بالمحافظات الباقيه. وازيد محافظه الديوانيه ومحافظه الكوتب ومحافظه التيالي حطتهم اوامر اداريه وعقود، بس محافظة بغداد باقي. أول شيء السلام عليكم. احنا مطلبنا واضح وصريح ومعروف من المظاهرة السابقة يعني زين والأسبق منها، واحنا مستمرين بالمظاهرات، ولكن اليوم مصرين على هدفنا. هو هدفنا بسيط وواضح وصريح، اللي هو احنا نريد الأمر الإداري الخاص بمحاضري بغداد 2020. زين، سيادة المحافظ رافض على عكس بقية المحافظات رعوا أبنائهم، رعوا مثقفيهم، رعوا تربويهم وصدروا لهم أوامر فورا ومن الممكن يندمجون ويا العقود. زين، احنا هسه حاليا بس نريد الأمر الإداري. ليش يعني احنا أسوة العفو بالمحاضرين المحافظات البقية؟ زين، احنا شنو فرقنا عنهم؟ ليش؟ مو هاي بغداد العاصمة المفروض سباقة بكل تنفيذ الأوامر؟ زين، لولا المفروض هي أول ما يتنفذ أمر بهاي المحافظة، يعني فوق ما يتعبت انفجارات والوزارات كلها هنا متكومة، احنا نكون آخر الناس ويا ريت آخر الناس. لحد الآن المحافظ يعني بكل صراحة يحكيها ما صدر أمر. ليش حضرتك؟ واكو حكي يعني ما نريد نحكي، يعني ليش على ناس وناس جاي فرديا تصدر اوامر لمحاضري 2020؟ لا، احنا نريد الكل فرديا بها اشكالات. يعني قابلنا المحافظ شخصيا، نقابه المعلمين تبلغت واليوم هي ويانا، نعم، وقابلنا المسؤولين اللي هم بالمحافظه طبعا ورفيعي المستوى، وقابلنا العديد من النواب بهم من اسندنا، ويعني مظاهرتين واختفى، وايضا الصحف والكل يعرف وقنوات معروفه زين ورسميه، ولكن المحافظ يعني رافض فكره اصدار الاوامر جمله وتفصيلا. ليش؟ مو احنا سدينا لكم شواغر؟ انت تدري مدارسك متهالكه؟ احنا اللي سديناها. تدري انت من طلعت مواليد اللي انسحبت مال الحذف والاستحذاف العفو، المدارس تهيكلت حضرتك، بقى بس المدير والمعاون. يعني انا واحد من الناس اللي هم مجموعه زين وين المحاضرين، يعني من دخلنا المدارس ما بيه نفوت بهذا الصف نطلع بهذا الصف. والله اسباب يعني صراحه احنا في عصر لا حكومه واسباب واضحه، لكن ما اقدر نحكيها هنا زين، نخاف يعني نحكيها. ولكن اوضح لك في سبيل المشاهد يكون على بينه، بعض الناس او فرديا
جاي يصدر لهم أوامر هسه توان يعني زين؟ ليش؟ وش معنى؟ ويا ترى الفعينة يعني العفو العين فلان والعين فلان لا يعني ممكن ماديا ممكن غير شيء وهذا الحكي موثوق بس احنا في عصر لا حكومة كل حكومة حتى اذا مو بالعراق او بغداد خصوصا اذا ما تعاونت ويا تربويها او مثقفيها هلكت وهلك البلد. احنا حاليا سادين شاغر الافضل له والافضل للعراق والافضل لهاي مدينتنا انه يتسارع اليوم او هاي الساعة قبل الساعة التالية يصدر الاوامر الادارية وممنوع. بداية هاي المظاهرات هي مظاهرات محاضرين ومحاضرات بغداد الجدد 2020. احنا هاي المظاهرات يجينا بها نطالب بحقنا الامر الاداري من حقنا والمحافظ يعني ذاك اليوم صارت لنا مظاهرة يوم الأربعاء الفات وأخذنا كتاب من مجلس الوزراء وافقوا عليه والمفروض هسه المحافظ يعني يوافقنا يصدر لنا أمر إداري بس المحافظ جاي ماطل يعني إذا ظل هاي المماطلة والتسويف ترى والله يعني نحول هاي التظاهرة إلى اعتصام والله. احنا مطلبنا واحد هو الامر الاداري. انت شوف بقيه المحافظات هسه كلهم طلعوا المحاضرين الجدد اخذوا امر اداري من كل المحافظين وحولوهم عقود واحنا بعدنا امر اداري نترجب هذا المحافظ ما يعطينا امر اداري. طيب شنو والله ما نتراجع. شنو المانع اللي جاي يخلي المحافظ يمنع انه الامر الاداري مالتكم؟ يتحجج يكابر. شنو هي الأسباب؟ الأسباب أنا أقول لك الأسباب اللي تمنع المحافظ يتحجج مرة يقول والله جماعة محو الأمية مرة يقول والله إذا نصدر لكم أمر إداري بعدين راح تجون تطالبون نحولكم عقود وتريدون يعني تأخذون براسنا فلوس. إحنا ما عندنا هذا الهدف. إحنا كل اللي نريده أمر إداري هذا اللي نريده من عنده. ذيك المرة وفد من الأستاذ مصطفى وست رهف قابلوا المحافظ وقالوا له يابا هذا كتاب جبنا لك إياه مثل ما أنت قلت لنا جيبوا لي كتاب رسمي من مجلس الوزراء. جبنا له كتاب رسمي من مجلس الوزراء وقلنا له أنت بعد ما لك أي حجة علينا هذا الكتاب أنت بعد توقعه وتصدر عمام إلى مديريات التربية وتصدرون أوامر إدارية. طالعين اليوم مظاهرة وقبلها طلعنا مظاهرة ناشد محافظ بغداد أن يصدر لنا الأوامر الإدارية لأن أغلبتنا قدامة وخريجين قدامة كل واحد 7 سنين وثمان سنين ما عدا المحاضرين قدامة كل واحد محاضر 4 سنين 5 سنين ولحد هاي اللحظة لا وقعوا لنا أمر إداري ولا أي شيء. قابلنا محافظ بغداد وكان جوابه نصدر لكم أمر إداري ونوقع على الكتاب ولحد هاي اللحظة كل شيء ماك تسويف ومماطلة ولحد هاي اللحظة كل شيء ماك. إذا ما استجاب محافظ بغداد شو اسمه المظاهراتنا وما صدر لنا أمر إداري إحنا نعلن اعتصام مفتوح. اعتصام مفتوح وإحنا جايين نطالب بحقوق المحاضرين المجانيين. كل المحافظات اضطت الأمر الإداري إلا محافظة بغداد وأنا زوجتي متخرجة من 2010 لحد هذا اليوم لا محاضرين ولا شيء زين. وكل المحافظات اضطوا الأمر الإداري إلا محافظة بغداد إلا مجلس محافظة بغداد زين. المحافظ مدى يقبل وصارت بفلوس وبعشرين ورقة وبخمسة وعشرين ورقة زين ومدى يطونه تبب هم يعني هو بيمه مدى يطي الأمر مدى يطي الأمر للمحاضرين زين. هاي العالم قدامه كلها متخرجة من 2010 من 2008 زين يعني لا حول ولا قوة هسه واصل 25 ورقة زين. ها احنا جايين من 6 الصبح نطالب حقوق العالم زين نتظاهر بباب مجلس محافظة بغداد لحد ما يحقق مطلبنا الأمر الإداري يعني
والحمد لله وشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحب الغر الميامين. طبعا أعزائنا، قضيتنا قضية رأي عام واضحة وبينة لكل، سواء كان من مجلس الوزراء، من محافظة بغداد، وهاي الأعداد احنا هاي صار رابع أو خامس مرة نجي، وعلى أبسط مطلب اللي هو الأمر للإدارة بالمحاضر المجان حتى يشملنا بالعقد أسوة بباقي المحافظات. زين ليش؟ شنو السبب؟ زين احنا هذا جزاته اللي يتعب ويضحي بالمجان، أريد أشوف لمسؤول خلي يكون كفو شوي ويجي قدام الشعب يطلع يقول أني ضحيت واشتغلت فد سنة ببلاش. احنا هاي هسه من 2019 ونطلع ونطالب، مطلبنا ابسط من عنده ماكو، وبسند قانوني ما مخالف. خلاص اساسا احنا ما قدمنا على امر اداري الا بسند قانوني، الطلب من محافظ بغداد، المجلس الوزراء، مجلس الوزراء اقر بالموافقه. زين شنو السبب؟ يقول لي انا ما صدر لك امر. على اي اساس؟ انا ما قدمت الا بسند قانوني. مطلبنا واحد لا غير، مطلبنا الامر الاداري وشمولنا بالعقد اسوه بباقي المحافظات، غير هذا الحجم ما عندنا تصعيديه وباقين واكثر. هذا حقنا احنا لعد عايفين اعمالنا وعايفين شغلنا وعايفين بيوتنا. احنا حاضرنا بالمجان، من ينطينا؟ يعني احنا نحاضر احد ثنيه ثلاثه اربعاء خميس وجمعه وسبت نشتغل عماله في سبيل نعيش عوائلنا، على اي اساس ما يعطينا امر؟ على اي اساس ما يشملنا؟ يعني هذا بلد طافي على عين نفط خيرات، شريحة المحاضرين اللي هم المدرسين هيك شتتهم ما لها داعي. احنا رسالتنا الى قام ما حد يسمع صوتنا، احنا مهمشين، احنا اوامر، ابسط مطلب لنا امر اداري. امر اداري شنو؟ وان سويتنا عقد صراحة تطينا مليارات كلها 400,000 دينار، 400,000 دينار حتى ما تلبي الطموح، لكن احنا نريد امر نضمن مستقبلنا به. فاحنا مطلبنا واحد، اصدار الامر الاداري لا غير، ونشكركم. ما نتراجع الا نحقق مطلبنا.
نتراجع ما نتراجع إلا نحقق مطلبنا، ما 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 نتراجع ما نتراجع إلا نحقق مطلبنا. أنا أتعجب كيف يجلس الإنسان في مكانه مرتاحاً يفكر في بناء الوطن وقد ظلم أساس الوطن ألا وهو الأستاذ. كيف يجلس ضميره مرتاحاً؟ نطالبه بإصدار الأمر الإداري. كل ما يقول لنا سنصدر، و هو بالحقيقة مكانه ليس محافظاً، اختصاصه تخدير، ألا وهو تخدير الناس، تخدير المحاضرين بالوعود الزائفة، يوعد كالمرأة المطلقة والزعلانة من زوجها. لذلك نطالب مجلس رئاسة الوزراء بإصدار الأوامر الإدارية، لأننا في حقيقة الأمر حاضرنا منذ 2019 ثم نكر ونكر، ولدينا أوامر وكتب رسمية تثبت ما نقوله. طيب شنو اللي اليوم يخلي مجلس محافظة أو المحافظ يمنع بالأمر الإداري؟ لأن هناك الكثير من المحاضرين الفضائيين الغير موجودين أساساً، وجودنا يؤثر عليهم وهو راض عليهم. واليوم أنا أقرأ قصيدة الأصمعي وبلساني يقول: صوت الأستاذ المحاضر غلس عنه المحافظ. شكرا لكم. والله يا أستاذ احنا بالنسبة لنا خريجين، زين خريجين من 2000، انا خريجة من 2007، زين عندي مؤامر محاضرات ب 2009 وب 2008، زين هاي أوامر المحاضرات مالتي وعندي أمر مباشرة، زين وهاي شوف هاي الوصولات، شفت كم وصل عندي، هاي كلها وصولات كل سنة يصير بها تقديم أنا أقدم، زين وما يطلع اسمي لأنه يردون فلوس، زين أنا ما عندي فلوس، زين وهاي صار لي 13 سنة قاعدة. هسه ب 2020 قدمت مجاني، عفت الأهلي المدارس الأهلية وجيت قدمت مجاني، وتالي هاي وقفتنا بالحرب، لا محافظ يحترم ولا أحد يحترم ولا مسؤول يحترم، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. ما نريد احنا من عندهم، نريد أمر إداري، حتى ما نريد فلوس من عندهم، نريد المدارس حتى تحترمنا باكر عقبه بالمجاني، وما عندنا أمر إداري حتى مدراء المدارس حتى ما حد يحترمنا. زين من يصير عندنا أمر إداري، زين على الأقل هم ثبت انه احنا نداوم، باقين بالشارع، باقين بالشارع واكو الله عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا محاضرين الجدد 2020، يعني بما انه يعني طلعنا 4 أعمار تقاعد، احنا سدينا النقص، يعني التربيات مالتنا فتحت التطور وتطوعنا، وبس تطوعنا ويعني داومنا بدون امر، داومنا بدون امر، لكن بعدين اجت الكورونا، بحجه الكورونا اللي هسه احنا ما عندنا امر، بينما المحافظات يعني ورانا باسبوع قد موديالة، وهاي وهسه صاروا عقود مو بس امر اداري، لان محافظين مالتهم وياهم، بس احنا محافظنا ضدنا، احنا محافظنا بايع القضيه مالتنا، حتى المحافظات اللي يحكون علينا يقولون احنا بايعيها، بايعها قضيتنا، المحافظ مالت امر واحد ب 20 ورقه ب 11 ورقه، يعني هذا اللي وصلنا الحكي. والكرخ الاولى انطوهم اوامر، اشمعنا احنا كرخ ثانيه والرصافه الاولى والثانيه والثالثه، ليش ما جاي يعني مو بغداد هو مو محافظ بغداد كليته؟ قابلنا ذاك الاسبوع احنا يمه، انطانا موافقه شفهيه، قال بس تجيبوا لي يعني المتعلقات وتجيبوا لي يعني عدم الممانعه والترشيح والهذا. هسه مالتنا الممثل جاب كوشي وحصله، صار له اسبوع كامل حصل كوشي وحصل كل الموافقات والامور مالتنا كلها قانونيه. نخابره يقول لنا لا شغلتكم مو قانونيه، يعني خابرنا على الواتساب يقول شغلتكم مو قانونيه، اشمعنى المحافظات كلها شغلتها قانونيه؟ اشمعنى احنا متعدين على حدود يعني معتبرونا شنو مجرمين؟ ما ادري يعني هسه يعني
ليش ما جاي يحكي ويانا، ما جاي يفهمنا القضية، ليش ينطينا كلمة وهسه ما ينطينا توقيع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المظاهرات مظاهرات محاضري 2020 الجدد في بغداد، يطالبون بإصدار الأوامر الإدارية لهم أسوة بأقرانهم في باقي المحافظات. باقي المحافظات حصلت أوامرها الإدارية من ضمنها الكوت والنجف والديوانية. إحنا بغداد صار لنا 6 أشهر نطالب بالأمر الإداري، ما صدر لنا الأمر الإداري نهائياً. نطالب السيد محافظ بغداد محمد جابر العطا المحترم أن ينظر لهاي الشريحة التربوية اللي خدمت بالمجان واللي قدمت واللي أعطت. أستاذ إحنا نجهل هذا الشيء، نجهله لأنه مدراء التربية انطونا موافقات، من أخذنا موافقات المدارس ودينا الحاجة الفعلية كملت شغلتنا، بس نستغرب من الأستاذ محمد جابر العطا من عدم إصدار الأوامر الإدارية لنا بالوقت الحاضر. وإحنا الناشدة، إحنا أبناء، إحنا أولادهم، إحنا شبابهم، إحنا جيل المستقبل، لازم ينطون حقنا. كبرنا، كبر عمرنا، إيش وقت، إيش وقت نحصل حقنا؟ إيش وقت نأخذ حقنا أستاذ؟ إيش وقت؟ خطوات تصعيدية، اعتصام، اعتصام لحد ما نأخذ حقنا، لأن إحنا بغداد، محاضري بغداد 2020 إحنا مظلومين. إحنا صارلنا 6 أشهر من مقدمين نطالب بالأمر الإداري مجاني بدون عقد أستاذ، بدون عقد. اليوم إحنا طالعين مظاهرات أمام مجلس محافظة بغداد لإطلاب إصدار الأوامر الإدارية أسوة بباقي المحافظات. كل المحافظات حصلت على أوامر إدارية وحصلت على عقود إلا محافظ بغداد. صارلنا على مدار 6 أشهر مماطلة وتسويف، هناك قامت حتى تباع وأكو عندنا يعني 20 ورقة تباع الأوامر الإدارية. يعني إحنا فوق ما محاضر مجاني إنه بنروح نشتري الأمر الإداري ب20 ورقة، وين صار هاي؟ يعني هسه إحنا متوقفين على توقيع من عنده، توقيع من عنده يعمم يقول أنا ما عندي ممانعة بين يصدر الأمر الإداري للمحاضرين الجدد أسوة بمحافظات البقية. قابلنا طلبوا كتب من الأمانة العامة، الأمانة العامة أعطتهم كتاب بعدم الممانعة، ونفس هذا الكتاب تعمم على باقي المحافظات. كل المحافظات صدرت لهم أوامر إدارية ولهم عقود إلا محافظ بغداد يقول لازم يجينا كتاب من المالية. إحنا أمر مجاني، إصدار أمر مجاني بدون إجور، يعني بعد ما نتحول إلى عقود يلا صار لنا تخصيصات مالية، هذا مو مبرر. إيه الخطوات ما ننسحب منها إلا الحصول على الأمر الإداري، حتى لو نبقى هنا صامدين ونصب خيم إلا نحصل على مطلبنا، ما ننسحب منها مستحيل. احنا محاضرين صار لنا من الشهر الثاني محاضرين مجانيين 2020 بغداد. احنا مطلبنا هو الوحيد هو الامر الاداري بدون اي مبلغ مالي. الامر الاداري صار لنا 5 أشهر واحد كل يوم يشمرنا على الثاني. الحد هاي البارحة انه سمعنا انه المحافظ ينطي بيع الاوامر الادارية ب20 ورقة ومن الوزارة. يعني احنا شنو؟ واكو شهود همين على هذا كلامنا. شنو احنا ما عندنا؟ ليش يقبلها هسه على بنته لو اخته واقفة بهذا الحر وكورونا؟ يقبلها على اهله؟ يقبلها على ابنه ينزل يجي بالشارع؟ يقبلها؟ هاي باقين احنا اليوم بنات وباقين بالشارع، بنات وولد اليوم احنا بالشارع باقين. هاي اليوم احنا مطلبنا هو نبقى احنا بالشارع لحد ما يطلع هو ينطينا الامر الاداري يوقع لنا. احنا اليوم جينا بمظاهرات محاضرين 2020 عدم اصدار اوامر اداريه، يعني الاوامر الاداريه تنباع ب20 ورقة او اكثر. احنا اللي ما عندنا شلون، يعني شلون نبقى هيك باقي المحافظات؟ جميع المحافظات صدر لها امر اداري بس احنا ما صدرنا، ليش؟ شنو السبب؟ يعني شلون ما عنده اليوم يبقى هيك؟ المحافظ خليه
يسمعنا، يعني يقبل اخته او بنته تبقيت بالشارع والشمس وكورونا وعايفين بيوتنا وجايين ما يستجيب لنا اي واحد، يعني واقفين هنا بالباب مالتهم يطردون بينا. عبالك مو دولتنا، يعني لنا حق، احنا داومنا وحاضرنا وداومنا كلية وداومنا اعدادية، يعني شنو ذنبنا؟ تعبنا، مصاريفنا، حرنا، بردنا، تالي متاني وقف بالشارع واي خريج الى حق تعي. طيب في حالة نبقى باقين احنا منا على ما يستجيب، يعني عنده يصير بلكي يحس بينا، بلكي تشوف اخته امه ويحس بينا يخلينا مكانها، باقين وما ننسحب احنا، هاي كل احنا ان شاء الله والاعداد تزداد. والله هاي احنا المظاهره تقريبا الثانيه قاعد نطلع وما قاعد المحافظ يستجيب ولا يطلع لنا ولا يسمع، احنا شنو طالبين؟ مجرد ما طالبين امر اداري، اي خريج له حق بالتعيين، اي خريج انه من يتخرج يريد تعيين، احنا امر اداري ما محصلينه. يعني شنو ذنبنا احنا؟ تخرجنا. الأوامر الإدارية حالياً قاعد يبيعوها بعشرين ورقة، ما قاعد يطلعون ولا قاعد يستجيبون، هاي صار لنا يومياً نطلع وهذا الشمس وهذا الحر وكورونا وماكو فائدة، نفس الشيء مو فتحوا تقديم على المحاضرين وصار لنا ست أشهر وكل شيء ماكو. اليوم شنو السبب يمتنع المحافظة أو مجلس محافظة من مباشرة بالأمر الإداري مالتكم؟ شنو المانع؟ والله ما اعرف يعني شنو، يعني اكو بيهم انطهم اوامر اداريه، والله ذولا شنو عندهم يعني واسطات ومعارف وما اعرف شنو، والفساد مشتغل بمديريات التربيه، والفقير كل شيء ما يحصل، لا الله يعني يحاضر لا سنه ولا سنتين وكل شيء ماكو امر اداري ما يحصل، باقين اعتصام، مظاهراتنا نحولها اعتصام، شنو نسوي له؟ شكرا جزيلا. مجموعه محاضرين بغداد 2020 بينا، طبعا 2020 هم صارت هاي تسمية وقبلنا بيها، اغلبنا من 2019 يعني قدم وداوم من شهر العاشر وسد النقص بالمدارس على امل من انفتح التقديم ينطوا امر اداري، والقسم الثاني لا قدمنا بالشهر الثاني 2020 وصارت الاحداث ولحد الان احنا بدون امر اداري، احنا من شهر العاشر لحد الان بدون امر اداري، نركض على مجرد امر اداري، مجرد شخطة قلم، امر اداري يضمن حقنا، امر اداري يفيدني من انفتاح التعيين اللي نقاط معينة، اللي خمس نقاط، حصير اللي افضلية عن غيري، ليش انتم من طلبتونا؟ مو لبينا النداء احنا؟ مو رحنا؟ ليش بعدين نكرتونا؟ هي هاي جزاتها؟ والله ما اعرف يعني هالسؤال حضرتك تسأله لهم، احنا ذاك الثلاثاء هنا قبل هنا ذاك الثلاثاء غاد كتاب وغاد ودي يجيب مجلس وزراء، كل شيء جبنا له، كل شيء يريد بنوفر له، الكتب كلها موجوده، المحافظات ديوانيه نجف واسط كوت دياله كلهم طوم اوامر اداريه وتعاقدوا وياهم، الا بغداد يعني امر اداري شخطه قلم، ليش؟ باقين هنا والخيم ننصب خيم وباقين هنا، باقين هنا يمه لحد ما يعطينا الامر الاداري مالتنا، ما نرجع، احنا اغلبنا ترك مدارسه ومكان يداوم مدرسه اهليه تركها في سبيل على مود مستقبل افضل، وقلنا محاضر مجاني وراها بلكة عقود وهاي، تالي هسه هيك نطلع مثل الخالي بلاش. شكرا.